اهلا بيكم. نرجع للسكوب مانجمنت، واحنا اتكلمنا في الكام فيديو اللي فات عن الداتا كولكشن، سوري الريكويرمنتس كولكشن، اللي هي ممكن جزء منها يبقى انفولفد في البروجكت مانجر. نرجع بقى ونعمل نكمل عمليه الديفينيشن بتاع السكوب. فالمفروض احنا ك في البروجكت مانجمنت يهمنا جدا موضوع السكوب، ويمكن انا قلت لكم اكتر من مره ان السكوب يكاد يكون هو الجول. لو توضح السكوب كويس يبقى الجول بتاعنا كويس، يبقى احنا ممكن ننفذ المشروع بتاعنا بكفاءه كويس. هنا نرجع لجزء تاني من تعريف السكوب، وهو what is in and what is out. السكوب ممكن نبص له من وجهة نظر ايه اللي هيدخل على البروجكت مانجر وايه اللي هيطلع من البروجكت مانجر. ده جزء من التعريف، مش كل التعريف، خلي بالك احنا كل مره بنحط حته كده. ففكره ايه اللي هيدخل البروجكت، انت بتروح تقعد مع الكاستمر وتبتدي تتكلم معاه ايه مسؤولياته، هو ايه مسؤوليات العميل. يا ترى العميل مثلا هيجيب لك التصاريح بتاعه البنى، ولا العميل هيجيب لك العقود بتاعه الارض، ولا العميل ملوش دعوه بالكلام ده وانت المفروض تجري ورا الجزء ده وده بقى من مسؤولياتك. ايه الحاجه اللي العميل مسؤول عنها وهيديها؟ طبعا الفلوس. الفلوس مثلا بتاعه المشروع هتدفع ازاي، امتى، لو اتاخر هيحصل ايه، وما الى ذلك. الحاجات دي ده جزء من السكوب ديفينيشن اند وات از ان. امتى الفلوس هتخش، اوكي، كمياتها شكلها ايه، اند سو اون. يبقى عرفنا مسؤوليه العميل. طب ايه مسؤوليتك انت كبروجكت مانجر؟ ده بقى وات از اوت، ايه اللي هيشوفه العميل منك في الاخر، ايه اللي هيستلمه منك. يا ترى انت اللي هتديله في الاخر الحاجه متشطبه مثلا، قاعدين بنتكلم على المول كتير، المول ده هيبقى كامل التشطيب ولا هتديهوله مش كامل التشطيب. يا ترى من ضمن ما هتشتغل انت مسؤول عن التشغيل ولا مش مسؤول عن التشغيل. السوفت وير اللي هنعمله للدكتور، طيب لما السوفت وير ده نعمله للدكتور المفروض ان السوفت وير ده يشتغل بسرعه ولا مش مهم فيه السرعه؟ يا ترى السوفت وير ده لما هيشتغل كل الداتا موجوده على الديسك توب، ولا هيتعامل مع الكلاود ويبتدي يجيب الحاجه من بعض البيانات من على الكلاود ويستخدم كلاود سيرفيسز. و و و يبقى احنا بنشوف ايه الحاجات اللي هيستلمها العميل، اللي هي ممكن يكون جزء كبير منها، مش كلها بس جزء كبير منها، هيكون الشكل النهائي بتاع المشروع، او ايه اللي هيستلمه العميل بالظبط، او ايه اللي مطلوب في البروجكت. طيب بعد ما اتكلمنا عن في السكوب مانجمنت، طيب عملنا ديفينيشن للسكوب، نبتدي بقى ناخده احنا بقى، ودي بقى شغلتك انت ومسؤوليتك كبروجكت مانجر، ان انت تاخد السكوب ده وتشوف ازاي ممكن تطلع منه شغل. عشان تطلع منه شغل نبتدي اول خطوات البلاننج اللي بنسميها الورك بريك داون ستراكشر او WBS. WBS او الورك بريك داون ستراكشر هو عباره عن انك تقول والله طيب انا عشان اعمل الغدا، المشروع بتاع الغدا، يبقى لازم اشتري مشتريات، لازم انظف الاكل واجهزه، لازم اطبخ الاكل وابتدي احطه على النار واعمله بشكل نهائي، لازم اقدمه، ولازم اغسل المواعين. فبقى ده مشروع كامل، مش كده؟ دي عملت ورك بريك داون ستراكشر. بس لو تاخد بالك في كلامي عن تجهيز الغدا اتكلمت عن نقط كبيره اساسيه. بعد ما عملنا النقطة الأساسية دي ناخدها ونكسرها لنقط فرعية. طب والله في غسيل الأكل أنا هغسل الفراخ بالمية والصابون، وبعد كده أحط عليها شوية ملح علشان تطهرها قبل ما أقطعها وأحط في التتبيل مثلا، ده كل ده لسه ما طبخناش. وبالنسبة للخضار هاخده الأول أنقعه شوية ماء بخل وحط عليه بيكربونات صوديوم عشان مش عارف إيه، وبعدين أغسله كويس والخس يتقطع والجزر يتقطع، أوكي. يبقى إحنا كده خدنا المين ورك بلوكس بتاعتنا وقسمناها بعد كده لسب أكتيفيتيز.
المين اكتيفيتيز، وبعدين تتقسم لسب اكتيفيتيز، والسب اكتيفيتيز ممكن تتقسم لسب سب اكتيفيتيز وسب سب اكتيفيتيز حسب حجم المشروع، لغايه ما نوصل لاصغر نقطه من نقط العمل. فهنا الورك بريك داون ستراكشر اكشلي ما بيتعملش كله مره واحده، بيتعمل على مراحل. في مرحله السكوب بيبقى مطلوب ان احنا نديفاين الشغل وايه العمليات اللي هتتعمل، بحيث ان انا لما ابص على الورك بريك داون ستراكشر اقول اه والله لو الحاجات دي كده اتنفذت واقدر افكر فيها، اقدر استوعبها كلها في دماغي. اتكلمنا قبل كده على الليميتيشنز بتاعت الاستيعاب عندنا، نقدر نحطها كده مع بعضها ونقول اه والله كده المشروع هيبقى كامل ومظبوط. اوكي، لان الورك بريك داون ستراكشر ده بعد كده مهم جدا، هو اللي هنبني عليه كل الخطوات اللي جايه في النولج ارياز المختلفه كلها. دايما بترجع للورك بريك داون ستراكشر، تروح تشوف ايه اللي كان موجود في الورك بريك داون ستراكشر وتبتدي تشتغل عليه. فطيب يبقى احنا اتكلمنا في ايه في الفيديو ده؟ احنا ابتدينا نلبس طاقيه البروجكت مانجر تاني، رجعنا بقى من الكاستمر، ابتدينا اول حاجه عملناها عملنا سكوب ديفينيشن، وبعدين خدنا السكوب ديفينيشن. السكوب ديفينيشن ده بنعمله مع الكاستمر، لازم انت موجود ولازم الكاستمر موجود. وبعد كده خدت انت السكوب ديفينيشن ده ورحت تعمل ما يسمى بالورك بريك داون ستراكشر، اللي هو اول مراحل التخطيط اللي بعد كده هيبقى مرجعيه لينا في بقيه عمليات التخطيط والتنفيذ كمان بتاعه. ناخد بقى ده ونروح في الفيديو الجاي نبتدي نتكلم على اللي باقي من السكوب مانجمنت هيبقى فيه ايه.